النظري 8/2/14/5/2015. الموضوع بيجي كتير النظر على فكره، وقبل 2013 و11 و9 كتير يعني. نو اكسبشنز، واخلص منه بدري عشان الدكتور رفعت عايزك مشوار كده برضه عادي. هو قال لي بس يعني خلص عشان هو برضه عايز في موضوع تاني يعني. حد ان شاء الله. الفلوس هترجع لك يا فندم؟ لا تتجوز. انا باخدها منك على سبيل الامانه. حضرتك هتجيلي كده معززه مقرره كده يا دكتور اسالني عشان اخد فلوس. مجموعه يا جماعه الامانيجولايكوزايت مجموعه مهمه جدا في النظري. اسامي الادويه اللي مكتوبين دول يا شباب، اسامي الادويه دي كلها تتحفظ، لان كل اسم دواء من دول ليه اهميه معينه في الدرس احنا هنقوله. اساميهم سهله على فكره. ستريبتومايسين، جنتامايسين، ده الجنتامايسين ده اشهر واحد فيهم. اسمه التجاري جرامايسين. لو حد عارف يا جماعه في كريم على فكره اسمه جرامايسين. هنقول دلوقتي الاستخدامات بعد شويه. نيومايسين، حط تحته خطين، نيومايسين. سبق ذكره في منهجنا ات سيرتن مومنت. مش بلاش نقلل المواجع دلوقتي، خليها لما نخش نشرح هفكرها كلها. توبرامايسين، نتليمايسين، اميكاسين. هو كده كل مجموعه لازم يطلع لنا كده فيها دواء ايه؟ تحس انه غريب شويه عن الباقيين، كلهم مقطع مايسنز. كل دواء من دول ليه اهميه معينه احنا هنقولها. خش كده على الفارماكوكاينيتك عشان فيها كلام مهم. اول كلمه في الفارماكوكاينيتك انه بورلي ابزوربت اورالي. لما اقول لك ان في مضاد حيوي بورلي ابزوربت اورالي، السؤال ينفع يتاخد اورال؟ انت لما عاوزه يشتغل على مين؟ على الانتستين. مكتوب لك من خصوصيه اف اورالي هيشتغل لوكال على مين؟ على الجي اي تي. ودي يا جماعه حاجه احنا هنستخدمها بعد شويه، هنقولها بعد شويه في اليوز يعني. نمره اثنين، هو مش ليميت سوليوبل بالاول على فكره يا اخوانا، وما بيمسكش في البلازما بروتين بالمناسبه برضه. نيل، كلمه نيل دي يعني نو يعني. بلازما بروتين بايندنج اند ديستريبيوتد اكسترا سيلولر يعني. شابتر ان جنرال كان بيقول لك الديستريبيوشن ليه باترنز. لما الدواء يكون ما بيمسكش في البلازما بروتين حجمه صغير بيقوم يسيب السيركيوليشن ويروح للانترستيشن، بس مش لايبو فيلم، ما يخشش جوه الخليه. يبقى توزع اكسترا سيلولر. اللقطه دي عكس معلومه في دواء احنا قلناها المره اللي فاتت، دواء اسمه ازيثرومايسين. كنت بقول لك بيترسب في التشو اكتر من ايه؟ في البلازما، فيعالج الانترا سيلولر انفكشن. ده ما يعالجش الانترا سيلولر انفكشن، ما بخشش جوه الخليه. امال يعالج السيستميك انفكشن. هقول لك انا يمكن اول استخدام ليه مع البنسلين. يا ابني بتكلم سكر ليه؟ ده انا نفسي بخاف اكلمك. عشان كده يا جماعه حته اكسترا سيلر دي يخليه مرشح في علاج السبتسيميا. هتلاقيه في استخداماته سبتسيميا. سبتسيميا يعني ايه؟ بكتيريا ماشيه في الدم. هو يعالجها بقى لانه ديستريبيوتد اكسترا سيلر. يعدي البلاد برين بارير؟ لا، هو مش لايبوفيلك، ما يعديش البلاد برين بارير ايفن اف مننجيز ار انفليم. انا الجمله دي يا جماعه قايلها ليه؟ عشان البنسلين ما بعديش على فكره، بس لو كان في مننجايتس ممكن يعدي. ده انا ما بعديش خالص بقى. انسى انك تقول في استخداماته مننجايتس، ما بعديش لا في الظروف الطبيعيه ولا حتى في مننجايتس يعني. خد بالكم يا جماعه، المعلومه اللي جايه دي معلومه في منتهى الاهميه. الامينو جلايكوزايدز كونسنتريتد انسايد ذا بودي في مكانين اثنين. والمكانين على فكره دول بيحصل فيهم توكسيسيتي. في الرينال كورتكس هتعمل نيفروتوكسيسيتي. وفي الاندو ليمف اند بيري ليمف اوف ذا انر اير وهتعمل اوتو توكسيسيتي. كونسنتريتد ان رينال كورتكس بيري ليمف اندو ليمف اوف ذا انر اير. برضه الامينو جلايكوزايدز بتعدي البلاد برين بارير، قصدي بتعدي البلاسنتال بارير. وزي ما هتعمل في الام هتعمل في البيبي.
يعني لو حد سالك يعني بتعمل ايه في البيبي، فيتال اوتو توكسيسيتي، بتعمل دامج برضه في الانر ايد بتاعت البيبي، فبرضه كونترا اندكيتد ديورنج بريجنسي. المعلومه اللي بعد كده من حيث الميتابوليزم، الامينوغلايكوزايدز نوت ميتابولايزد، وبالتالي لونجر ديوريشن، وبالتالي اكسكريتد ايه؟ انشينجد في الكدني، اكسكريت انشينجد. خدوا بالكم يا جماعه المعلومه دي، علاقه بس الامينوغلايكوزايد بالكدني، المصدر الوحيد للتخلص من هذه المواد في الجسم هو الكدني. عشان كده يقول لك ايه بين قوسين كوشن ان رينال بيشنتس، لانها اكسكريتد. الليفر مالوش دور خالص في الموضوع، يعني هي اكسكريتد انشينجد. يعني يا دكتور اديها ولا ما اديهاش في الرينال بيشنت؟ اديها بس ظبط قرعتها. انا ممكن على فكره يا جماعه ادي الادويه اللي هي ليميتد اونلي ثرو ذا كدني، بس اظبط جرعتها بناء على وظيفه الكلى. شابتر الجنرال زمان كان في عنوان اسمه سيستميك كليرنس، من ضمن اهميته حاجه اسمها دوزنج ريجيمن، وكان مكتوب على فكره مثال بالجنتامايسين. تقول لك الجنتامايسين لو في كرياتينين كليرنس مش عارف ان نزل النص يبقى انت تدي جرعه النص. الجنتامايسين ده امينو جلوكوزايد على فكره، الجنتامايسين ده امينو جلوكوزايد. انا عايز اقول لك انه ممكن تدي الامينو جلوكوزايد في الرينال بيشنت ويز كوشن. كلمه كوشن دي يعني ايه؟ بعقل، يعني شوف انت الوظائف عامله ازاي، ادي الجرعه كلها او نصها او ربعها بناء على الايه؟ على الرينال فانكشن تيست. ان هو بيسيب البلاد ويروح للانترستيشن، يعني لكن ما يخشش ايه؟ كلمه ايه كسرسبه يعني؟ لا معناها بلاد وانترستيشن، ده بلاد دي خليه يعني. ده الانترستيشن هو موجود هنا، انت اديتيه طبعا بتديه انترافينس لانه مش اورال، هو موجود في الدم مش ماسك في الجزم البروتين فري، يبقى يسيب الدم ويروح فين؟ انترستيشن. هل يخش جوه الخليه؟ لا. تسمي ده ايه؟ اكسترا سيلولار ديستريبيوشن، يوصل للفلويدز يعني، لكن ما يخشش جوه الخليه، ما يعالجش الانترا سيلولار انفكشن. هنرجع كده يا جماعه بسرعه كده للفارماكوكينيتيك، بوري ابزوربت اورالي، لو اتاخدت اورال تشتغل لوكال بس على الجي اي تي، انت عايز تستخدمها سيستميكالي اديها انترافينس او بارنترافينس. ما بيمسكش في البلازما بروتين، ليبت سوليبيليتي تعبانه، ما بعديش البلاد برين بارير في كافه الاحوال، ديستريبيوتد اكسترا سيلولري، يعالج السيستميك انفكشنز، ما يعالجش الانترا سيلولار انفكشن، بيعدي البلاسنتال بارير يضر الجنين، كونسنتريتد في الرينال كورتكس، بيري لينف اند لينف اوف باين اير، نيفروتوكسيك اوتوتوكسيك، نوت ميتابولايزد اكسكريتد انشينجد، بري كوشنز ان رينال بيشنت. الميكانيزم اوف اكشن يا جماعه بتاعت الادويه اللي هي تبع البروتين سينثيز انهبيتورز، زي ما انا قلت يمكن المره اللي فاتت حضرتك بتسال نفسك ثلاث اسئله. السؤال الاولاني 30 اس ولا 50 اس؟ السؤال الثاني استاتيك ولا سايدل؟ السؤال الثالث ايه؟ سبيكترم. خدوا بالكم يا جماعه عنوان السبيكترم بيتكتب في الميكانيزم. يعني لو جالك قول لي الميكانيزم اوف اكشن بتاعك ضد حيوي اكتب معاه السبيكترم. لان الميكانيزم دي هي اللي رشحته للسبيكترم ده هو يعني. لما نسال كده يا اخوانا الامينوغلايكوزايد سايدل ولا ستاتيك؟ دي معلومة احنا جاوبنا عليها في أول صفحة. أنت المفروض عارف حضرتك ست أدوية ستاتيك في معادلهم سايدل. هو مش من الستة اللي ستاتيك. يبقى سايدل على طول. دي أول معلومة. بكتيريا سايدل. نمرة 2 30 اس ولا 50 اس؟ ما كنا قسمناهم المرة اللي فاتت. في 2 بس 30 اس. ده واحد منهم على طول. أمال يقول لك زي التتراسايكلين. الباقيين كلهم 50 اس. يبقى ده 30 اس. بس كلمة الريفرسبل هنا في الميكانيزم كلمة مهمة. الريفرسبل. فايندينج 2 30 اس رايبوزوم الصغير. ويمكن حتة الريفرسال والبايندنج دي هي اللي بتخليه سايدل، بكتيريا سايدل شوفوا يا جماعه الناتج من مسكه الامينوغلايكوزايد في الثيرتي اس رايبوزوم الصبيون. خد بالك لما الامينوغلايكوزايد تمسك في ال 30 اس يا جماعه الريفرسبل هتعمل حاجه من ثلاثه، ركز كده معايا. نمره واحد مكتوب عندك اهو، بتمنع الاتاتشمنت اوف ام ار ان اي تو رايبوزوم. الام ار ان اي يا جماعه عشان يترجم بيخش جوه الرايبوزوم، هي بتمنع اصلا ان الام ار ان اي يمسك في الرايبوزوم. ادي نمره واحد. نمرة 2 حتى لو مسك يا جماعة الـ mRNA في الريبوزوم، بافتراض يعني حتى لو مسك في الريبوزوم بتعمل مس ريدنج. عارفين مس ريدنج يعني؟ يترجم غلط.
فما يطلعش بروتين صالح، يطلع ابنورمال بروتين. ده في حتى بعض الكتب بتكتب بيطلع فيتال بروتين، يعني البروتين حتى اللي بيطلع مش ابنورمال البكتيريا ما استفادتش منه بس، ده ممكن يموت البكتيريا. يبقى انا دلوقتي عملت حاجتين، منعت الام ار ان اي اصلا يمسك في الرايبوزوم، وحتى لو مسك هيترجم غلط، كلمه الترجم غلط دي اسمها مس ريدنج، وبالتالي يطلع ابنورمال بروتين نوت افكتيف ان ذا بكتيريا، مش مفيد للبكتيريا. الحاجه يا جماعه اللي بعد كده يمكن هي حاجه فنيه، انا اشبهها لك بايه؟ كلمه ان هو بيكسر البوليزومز الى وان فانكشنال مونوزومز. اي مصنع بيطلع منتج في الاخر، منتج صالح للاستخدام يعني، المنتج ده يا اخوانا بمر بمراحل. ولا ايه؟ علبه عصير، لا الاول الفاكهه تخش تتغسل المفروض يعني، وبعدين تتعصر، وبعدين تتنظف من مش عارف ايه، يتحط عليها مواد حافظه، تتعلم، يختبر فعاليات، وهكذا لحد ما تتغلف في الاخر تبقى منتج. انا هشبه يا جماعه البروتين سينسس بالمصنع ده، انت بتطلع بروتين للبكتيريا صالح ينفع يعني. فبمر باكثر من مرحله، كل مرحله من دول اللي هو المكن يعني، مكنه 2 3 4 المكن ده بيسموه مونوزوم. مونوزوم بتعمل حاجه معينه في البروتين سينسس، يخدم عليها المصنع المكنه الثانيه، المكنه الثالثه، وهكذا. المصنع ده كله على بعضه اسمه بوليزوم. فعشان اكون بروتين هيلثي ماتيور بروتين يعني، انا محتاج وحده متكامله. الوحده المصنع ده اسمه بوليزومز. امينو جلايكوزايد ديستراكت ذس بوليزومز الى نون فانكشنال مونوزومز. كل واحد شغال بمزاجه يعني. في الاخر خالص كل الكلام ده هو بيصب في حته انه انهبت هيلثي بروتين سينثيسيس، بيمنع تصنيع بروتين صالح للبكتيريا. صايده ليه؟ لانها ايرفيرسبل. الناتج ايه من المسكه دي؟ ثلاث حاجات، ام ار ان اي مش هيمسك اصلا في الرايبوزوم، وحتى لو مسك هيترجم غلط، وفي الاخر خالص حتى لو الترجم صح يعني مفيش حاجات هيخدموا على بعضيهم، بتكسر البوليزومز الى نون فانكشنال مونوزومز. بعد ما تخلص الميكانيزم دي لازم تحط مع الميكانيزم السبيكترم. الميكانيزم هي بكتيريا سايلنت انهبت، بتعمل الريفرسبل بايندنج في 30 اس ريبوزوم سب يونت. الناتج ثلاث حاجات، الام ار ان اي اصلا مش هيمسك في الريبوزوم، لو مسك يترجم غلط، تستركت البوليزومز الى نون فانكشنال مونوزومز. يعني لو حتى في ريبوزوم اشتغل يعني، المفروض البروتين اللي بعده ده يخش حصل له ماتيوريشن في مكان معين، لا هو بيقطع الوصلات دي، بيقطع التناغم او السلسله بتاعه تصنيع الهيلث بروتين يعني. وبالتالي في الاخر خالص كده حرمت البكتيريا من بروتين هي محتاجاه. السبيكترم يا اخوانا، اول سطر ده مهم جدا. الامينو جلايكوزايدز بتاثر فقط لا غير على النيجاتيف ايروبز. دي القاعده العامه. امينو جلايكوزايدز نيجاتيف اورجانيزمز وتكون ايروب كمان. يعني لو نيجاتيف ان ايروب، لا نيجاتيف الشرطين مع بعض يعني. زي مين يا دكتور النيجاتيف ايروبز؟ ادينا امثله كده. كتب لك الاي كولاي، اوكي، كليبسيلا يمشي الكلام، كوليرا يمشي الكلام. خدت بالك من اللي جاي لي؟ سودو ايه يا بنت؟ دواء يستاهل مني كل تقدير واحترام. اخر شابتر الكيموثيرابي هنجمع عنوان اسمه انتي سودومونال انتي بايوتكس. خدنا منهم ناس على فكره. ده واحد فيهم. امال الجلايكوزايد بتاثر على السودومونس. طب ليه يا دكتور ما بتاثرش على الاي ايروب؟ نفهم يعني. الامينو جلايكوزايد يا اخوانا، شوف الرسمه دي. امينو جلايكوزايد يا شباب علشان تشتغل وتخش كده جوه الخليه يعني، وتشتغل على الريبوزوم تمسك في 30 اس، بتخش جوه الخليه اكتفلي، اكتف ترانسبورت. وكلمه اكتف ترانسبورت دي معناها كارير وانرجي واكسجين على فكره. بيقول لك كده امينو جلايكوزايد انتر انسايد ذا بكتيريا ديبند اون اوكسجين ديبندنت اكتف ترانسبورت. وبالتالي بما ان الان ايروبز ما فيهاش اكسجين، اذا مش هينفع الامينو جلايكوزايد تخش جواها، وبالتالي مش هتشتغل. تخيلوا السطر ده سؤال جه مره في الامتحان، سيبلينك واي امينو جلايكوزايدز نوت افكت الان ايروبز. الاجابه كلمه ونص، لانها نيد اوكسجين ديبندنت اكتف ترانسبورت، وبما ان الان ايروب ديفيشنت في الاكسجين اذا مش هتاثر فيه، مش هتشتغل فيه. يبقى القاعده العامه يا جماعه نيجاتيف ايروب بس، كل الان ايروب مش تبعنا. وعرفنا ليه؟ بتجيب الاكسجين من البكتيريا؟ لازم تكون البكتيريا دي هوائيه ايروبس، لازم يكون فيها اكسجين. فئه الان ايروبس هي بتعيش اصلا في ظروف ما فيهاش اكسجين، وبالتالي الامينو جلايكوزايد نوت افكت.
رقم يا جماعه 3 و4 دول اكسبشن للقاعده. يعني ايه؟ يعني يقول لك مثلا الستريبتومايسين القاعده العامه موجوده بس في حاجه زياده. ايه الزياده اللي فيه؟ انه بيأثر على التي بي. تاثير الستريبتومايسين على التي بي ما يسريش على كل الادويه، ده هو الستريبتومايسين بس. نيجاتيف يوروب زائد تي بي. جنتامايسين نيجاتيف يوروب زائد ستاف بيأثر على الستاف. اذا في سبيسيفيك سبيكترم خاص ببعض الادويه، لكن القاعده العامه نيجاتيف ايروب، القاعده العامه مفيش ان ايروب. التي بي ممكن ياثر عليه الستريبتومايسين، الستاف ممكن ياثر عليه الجنتامايسين بجوار البرود سبيكترم. يعني الحاجه الاخيره يا جماعه اللي مكتوبه حاجه اسمها كروس ريزيستنس، وكروس ريزيستنس دي على وزن كروس توليرانس كروس الرجي. يعني ايه يا جماعه كروس ريزيستنس؟ انت احيانا ممكن تجرب دواء امينو لاكوزايد ما يجيبش نتيجة. ليه ما جابش نتيجة؟ البكتيريا عملت منه ريزيستنس. بغض النظر ايه الميكانيزم في ريزيستنس، يعني لما حضرتك تحب تستخدم بديل ما تستخدمش برضه دواء من نفس المجموعة. ليه؟ اصل في كروس ريزيستنس. يعني لو في بكتيريا ما استجابتش لنوع من الامينو جلوكوزايد الباقيين مضروبين. ده معنى الكلام يعني. تبقى استخدم بديل من مجموعة تانية بقى، لأنه في كروس ريزيستنس بتوين ممبرز. ولو ان يا جماعه الحته دي ليها حل انا هقولها لك بعد شويه. يعني لو انت جربت امينو جلوكوزايد لبكتيريا وعملت مناعه منه ريزيستنس ما اثرش فيها، يعني ليها حل. ليها حل، هقولها لك بعد شويه في الدوزس. يعني الميكانيزم اوف اكشن، اكد تاني الميكانيزم اوف اكشن انت بتغطي فيها ثلاث نقط، سايدل ولا ستاتيك، 30 اس ولا 50 اس، برود سبيكترم ولا نارو سبيكترم، امينو جلوكوزايد نارو سبيكترم، نيجاتيف ايروبز فقط، الايروب مش تبعنا، ستريبتومايسين ممكن ياثر على التي بي كمان، جنتامايسين ممكن ياثر على الستاف، في كروس ريزيستنس بتوين ممبرز. خش على اليوزس بقى. اول استخدام ده في منتهى الاهميه. كونك تجمع طبيا ما بين مجموعه امينو جلايكوزايد ومجموعه البنسلين انت كده بتعمل سينرجيزم. ويمكن الكلام ده يا اخوانا احنا قلناه كده سريعا في البنسلين لما كنا بنعالج البكتيريا الاندوكاردايتس، ثاني سطر مكتوب تحت العنوان. بس كنت بقول لك حتى ساعتها ما تجمعش ما بينهم ان وان كونتينر لحسن يرجوا بعض، لكن اديهم تو سيبريت انجكشنز وستايم انترفال. عايزين نعرف دلوقتي بقى ليه الجمع ما بين الاثنين دول فارماكولوجيا سينرجيزم؟ ليه بقى؟ صفحه فاضيه واكتب معايا ده سؤال يا جماعه امتحان. وعلى فكره ينفع يتقال في اجابه السؤال اللي كان بيقول كومباينيشن بالظبط كده، لما كان سالك قول لي ديفرنت انتي مايكروبيال كومباينيشن قول لي ادفانتج. مش بالضروره يا جماعه الكومباينيشن يكون لي اسم، يعني اوجمنتين يمشي ماشي، هو عباره عن حاجتين طينان هو عباره، لكن ده كومباينيشن مالوش اسم بس كومباينيشن سينرجيزم. ليه بقى سينرجيزم؟ ركز معايا. يقول لك ان هما بيكملوا بعض على مستوى السبيكترا. مش فاهم دي. لما اسال كده يا جماعه سؤال عام، سؤال عام اقول لك مجموعه البنسلينز تاثر اكتر على البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ على ايه؟ البوزيتيف. ليه؟ لان السيلول بتاعتك، فانت لو عايز تصنف البنسلين ناحيه انهي سكه هي اكتر بوزيتيف. طب والامينو جلوكوزايد لسه قدامنا دلوقتي ناحيه مين؟ نيجاتيف. ايه رايك لما تجمع بينهم؟ انت كده بقيت برودو سبيكترا. اذا هما كومبليت اتش اذر ات ليفل اوف سبيكترا. ادي اول ادفانتج. لما يقول لك امينو جلوكوزايدز اند بنسلين كومباينيشن سينرجيز، ليه؟ الاجابه لان هم كومبليت نمره واحد، كومبليت ايتش اذر ات ليفل اوف سبيكترم. وتقول لي تفاصيل بقى، بنسلم اكتر ناحيه البوزيتيف بين قوسين علشان ثيك سيل وول، وتقول لي ان الامينو جلوكوزايد اكتر ناحيه النيجاتيف ات ليفل اوف سبيكترم. نمرة اتنين بيكملوا بعض يا اخوانا على مستوى الميكانيزم اوف اكشن. ركز كده معايا، ركز معايا. انا لسه رسم الرسمه هنا. مش انا بقول لك الامينو جلوكوزايد علشان تشتغل لازم تخش جوه الخليه؟ واكتف ترانسبورت واكسجين وفيلم كبير. طب ايه رايك يا دكتور لو انا اديت بنسلين كسر لي السيل وول وبالتالي ويل فاسيليتيت ذا انتري اوف امينو جلوكوزايد وزود اكتف ترانسبورت. كده بقى انا خليت دخوله سهل جدا بقى. لا اكسجين بقى ديبندنت ولا اكت ترانسبورت ولا حاجه في الدنيا. فانت هتقول لي كده ان البنسلين انهبت السينثيسيس اوف سيل وول سو فاسيليتيت انتري اوف امينو جلايكوزايدز. لو عايز تبقى لعيب بقى بس في
فاسيليتيت انتري اوف امينو جلايكوزايدز باسيف. يعني انت بتنفي انه في الحاله دي الامينو جلايكوزايدز هتعوز اكتف ترانسبورت. انا قلت يا جماعه قلت ليه الكومبينيشن بتوين امينو جلايكوزايد اند بنسلين سينرجيز؟ الاجابه نمره واحد كومبليت اتش اذر ات ليفل اوف سبيكترم. بنسلين افكت مينلي الجرام بوزيتيف لين قوسين ثيك سيلول. امينو جلايكوزايد افكت مينلي النيجاتيف اورجانيزم. تاني ادفانتج كومبليت اتش اذر ات ليفل اوف ميكانيزم اوف اكشن على اساس ان البنسلين انهبيت السينثيز اوف سيلول سو فاسيليتيت انتري اوف امينو جلايكوزايدز باسيفلي ريتلي بسهوله يعني ايزلي. عشان كده يا جماعه لو رجعت بقى للشرح بقى يقول لك الكومباينيشن ده بما انه سينرجيزم حاجه محترمه انا يا جماعه مش هستخدمه في اي انفكشن ده انا هستخدمه في علاج الانفكشن المعقربه. يعني يستخدم في علاج ايه مثلا؟ سبتسيميا. تعرف سبتسيميا يعني ايه؟ البكتيريا ماشيه في الدم انت مستني ايه يحصل ايه اكتر من كده يعني؟ بيريتونايتس. على فكره يا جماعه البيريتونايتس انا ممكن قلت الكلام ده المره اللي فاتت البيريتونايتس مثال لميكسد انفكشن في كده كيفامايسنز اللي كان بيغطي حاجات كتير فميكس الانفكشن فميكس الانفكشن فانت محتاج حاجه تغطي كل الاورجانيزمز. النيمونيا حتى قايل لك كومبليكيتد يو تي اي مش يورينري تراكت انفكشن عاديه المعقربه الكومبليكيتد اللي انت جربت لها ادويه كتير وما ينفعش. الكومبينيشن ده سينرجيز طبعا على راسهم البكتيريا الاندوكاردايتس. في كلام بيتقال كده بس انا نوت ساينتفك هو نظريا ينفع طبعا لانه ساعتها انت سهلت دخول الامينو جلايكوزايدز بس فبالتالي مش محتاج الاكسجين ديبندنت يعني ده كلام مظبوط. ويمكن يا جماعه البيريتونايتس برضو كان من ضمن الاماكن اللي ممكن يحصل فيها اني اورج انفكشن فده ياكد الكلام ان هي كان افكت البيريتونايتس لكن انا ما اقدرش اقول كده ان هي ممكن ساعتها تاثر على اني روبز يعني. حتى يا جماعه العلاج في البكتيريا الاندوكاردايتس انا قلت ان الكومباينيشن فارماكولوجيكالي سينرجيزم لكن كيميكالي انتاجونيزم. خد بالك بقى المجموعه الامينو جلايكوزايدز الكالين ان نيتشر والبنسلين يا ولاد ايه اسيدك. انت قررت تدي المريض الدوايين دول مش تديهم مع بعض في سرنجه واحده ولا في محلول واحد ولا حتى ورا بعض عشان ما يقابلوش بعض في الدم يعني. امال اعملهم ازاي؟ تو سيبريت انجكشنز ويز تايم انترفال 10 الصبح حقنه بنسلين 12 الظهر حقنه امينو جلايكوزايد تتكرر كده يبقى في تايم انترفال ما بينهم يعني علشان الكيميكال انتاجونيزم. يبقى الامينو جلايكوزايد والبنسلين فارماكولوجيكال سينرجيز اند كيميكال انتاجونيزم. تبقى انت فاهم المعنى ايه؟ ادي اول استخدام للامينو جلايكوزايدز. الاستخدام رقم 2 بيتكلم على الستريبتومايسين. واحنا قلنا يا جماعه الستريبتومايسين من ضمن الامينو جلايكوزايد اللي بتاثر على التي بي. ده انا اقول لك على معلومه اكتر بقى لما نيجي ناخد يا جماعه علاج التي بي هنقسمه الى فيرست لاين وسكند لاين. فيرست لاين في ادفانتجز كتير واقل توكسيستي ومش عارف ايه والحاجات دي. من ضمن الفيرست لاين الخمسه الفيرست لاين ستريبتومايسين. فانت لو اسست كلمه مظبوط بقى الستريبتومايسين ده فيري افكتيف في تريت ان تي بي لدرجه انه بيتحط في الفيرست لاين حتى كمان فيرست لاين انتي جيوبرك فيرست لاين. انت بيعالج التيتانوس والجزء ده اللي هي دول اكل روح نمره ثلاثه يا جماعه بيتكلم فيها عن نيومايسين. خد بالك بقى يقول لك النيومايسين ده هايلي نيفروتوكسيك وبالتالي بلاش تستخدمه سيستميكالي. مش فاهم يعني بلاش حقن. لو حقن دي هتبوظ الكدني شور. طب وبعدين استخدمه توبيكال بس. كان في دواء على فكره المره اللي فاتت خد بالك يا دكتوره كان في دواء المره اللي فاتت يا جماعه اسمه باسيتراسيل نفس اللقطه دي بالظبط. كنت بقول لك هايلي نيفروتوكسيك وانما خليه لي مرهم كريم مش عارف ايه بلاش سيستميك يعني ده زيه كده بالظبط. حتى اول سطر نفس الحدود توبيكال على الجلد في عمليه الووند انفكشن مثلا حالات البيرنس كده يعني او اديه اورال. اورال مش انت دكتور بتقول لي نيفروتوكسيك ما تديهوش سيستميك لاحسن يبوظ الكدني. على فكره اورال دي توبيكال ولما تاخد اورال يبقى هيمتص لا حيوان في الانتستين يبقى يعالج الايه؟
الجي اي تي انفكشن مكتوب لك اهو يستخدم از انتستينال انتي سيبتيك. كلمه انتستينال انتي سيبتيك يعني هيبقى معقم للجي اي تي، مش هيضر الجدن على فكره لانه مش هيمتص بوريا بزوبة اورال. الجراحين يا جماعه اللي هم بيشتغلوا في الابدومينال سيرجري، يعني انت وارد انك تعمل وصلات ما بين الانتستين ومش عارف ايه، انت المفروض تدي قبل العمليه بتاعتك نيومايسين اورال. ليه؟ ينظف لك الجي اي تي كويس بحيث لما تيجي تشتغل ما يبقاش في انفكشن بقى. فدي الكلمه المكتوبه انتستينال انتي سيبتيك بيفور ابدومينال سيرجري، دي حاجه روتين يعني. انت بتدي انتي بايوتيك يشتغل لوكال على الجي اي تي بحيث ان هو يمنع الانفكشن اللي ممكن تحصل بعد العمليه. نمرة 2 يستخدم برضو اورال عشان يعالج الانتستينال انفكشن في حالات الهيباتيك كوما. قبل ما اكمل بس واقول لك تفاصيل واقول لك ليه احنا خدنا دواء وحيد في منهجنا قبل كده بيستخدم في علاج الهيباتيك كوما. ترايل ان هيباتيك كوما. ايوه اسمه فلومازينيل. فلومازينيل ده عباره عن بنزو دايزبين ريسبتور بلوكر. ايوه كان في حاجه اسمها اندوزبين ممكن تطلع في العيالين دول فهو يضدها، ممكن ترايل يعني في علاج الايه الهيباتيك كوما. عايزين بقى نفهم يا جماعه ليه بدي نيومايسين في حالات الهيباتيك كوما. ركز كده معايا. هو برضو ازاي ورا الهيباتيك كوما؟ انا لسه هتكلم اهو، لسه هفسرها والله، انا لسه هفسرها حالا. لو جينا نتكلم يا جماعه عن وظائف الليفر، الليفر ده وظائفه ايه في الجسم؟ يا نهار ابيض، وظائف الجسم ده حاجات كتير هنقعد نتكلم حتى بعد بكره. انا هقول يا جماعه بس وظيفه واحده اسمها ديتوكسيفيكيشن. في ماده اسمها امونيا NH3. الامونيا دي بتطلع منين؟ من الميتابوليزم او من هضم البروتين على وجه الدقه. يعني حضرتك لما تاكل اكله فيها بروتين كتير النورمال انتستينال فلورا الانتستينال بكتيريا بتكسر منها وتخمر منها جزء، المهم بيطلع امونيا. على فكره الامونيا دي فيري توكسيك فور سي ان اس. بس انا كانسان سليم ما بيحصلليش حاجه. ليه؟ لان الليفر بياخد الامونيا دي يعمل لها ديتوكسيفيكيشن في صوره يوريا. حلو كده؟ طب افرض الليفر بايظ، الامونيا دي هتفضل امونيا تعدي البلاد برين بارير تعمل لي هيباتيك كوما. عشان كده يا جماعه الناس الهيباتيك يحصل لهم كوما امتى بقى؟ واحد لو كان بروتين كتير، صح. اتنين لو حصل له كونستيبيشن. ليه؟ ما هو الاكل مش هيقعد في الانتستين فتره طويله، يتخمر بالبكتيريا يطلع منه. تلاته لو حصل له جي اي تي انفكشن. دول البري ديسبوزنج فاكتور لعيان الليفر يخش في كوما. يبقى السيناريو يا جماعه ان البروتين اكتد ابون باي، انجاز التعبير ان انا اقول يعني فيرمنتد باي بكتيريا، يطلع امونيا تعمل لي هيباتيك كوما. علاجات كتير بقى، في اقتراحات كتير في العلاج، من ضمن يا جماعه الاقتراحات ان انا ادي نيومايسين. لما تدي نيومايسين اورال هيشتغل على الجي اي تي بس، مش كده؟ فهيموتك البكتيريا دي سمبل يعني، وبالتالي يمنع تكوين الامونيا. اذا نيومايسين ممكن يستخدم اورالي في علاج الهيباتيك كوما لانه كل ذا بكتيريا ذات كليمد تو برودوس امونيا. بموت البكتيريا اللي متهمه بتصنيع الامونيا. إذا استخدامات يا جماعة النيومايسين كمنه فيري نفرو توكسيك، أنا أستخدمه لوكال بس، ولوكال دي ليها معاني يا إما على السكن في الوند انفكشن، يا إما أورال كانتستاينال أنتي سيبتيك قبل الجراحات، أو انتستاينال أنتي سيبتيك في علاج الهيباتيك كوما، عشان موت البكتيريا اللي بتطلع الأمونيا في الهيباتيك كوما. عايز بس يا جماعة أشير هنا لمعلومة إحنا قلناها قبل كده يمكن في شابتر البلاد. النيومايسين ده بصوا فيه كده كويس، بصوا فيه كويس، نيومايسين اتقال في شابتر البلد مرتين. مره من ضمن الادويه اللي بتعمل انهبيشن في الفيتامين بي 12 ابزوربشن، كان في عنوان كده اسمه برنيشوس انيميا، اوله شرح الفيتامين بي 12 ابزوربشن، مش عارف منين سطر كده بقول لك في اربع ادويه انهبت الابزوربشن بتاع الفيتامين بي 12، كولشيسين، ميتفورمين، بارا امينو ساليسيليك اسيد، نيومايسين واحد فيهم. فالنيومايسين من ضمن عيوبه انه ممكن يعمل برنيشوس انيميا. ادي واحد. نمرة 2 اتقال برضو النيومايسين ده اتقال في اخر صفحة خالص بقى او صفحة الاخيرة اللي هي اخر موضوع الهايبر ليبيديميا. كان في عنوان كده اسمه اذر انتي هايبر ليبيديميا، النيومايسين برضو كان فيه، كان بيقلل متوسط الكوليسترول يعني. فالنيومايسين انتي هايبر ليبيديميا ده استخدامات تانية غير انتي فايتال بقى. زائد ان هو كسايد افكت ممكن يعمل برنيشوس انيميا لانه بيقلل فايتال بي 12 ابزوربشن. نيومايسين.
علاقته بشفط البلط كارنيشوس انيميا انتي هايبرتنسيف. الاستخدام اللي بعد كده والاخير بيتكلم فيه عن النتليمايسين اند اميكاسين، يقول لك يستخدمه في حالات الريزيستنت كيسز. في دواء يا جماعه احنا بنقول له ده اسمه كليريثرومايسين، بتاع النكروين، اخر واحد في النكروين. الكليريثرومايسين ده كان يقول لك ان هو ليس ريزيستنس. كلمه يا جماعه ليس ريزيستنس يعني ما بيتاثرش بالميكانيزمات اللي البكتيريا بتعملها عشان تبقى ريزيستنت. مش فاهم واحده. لو انت استخدمت اي امينو جلوكوزايد عادي لبكتيريا والبكتيريا دي عملت مناعه منه، كلمه مناعه دي اسمها ريزيستنس. البكتيريا دي خلاص مش عارفه تتاثر بالامينو جلوكوزايد ده. ليه يا دكتور؟ ممكن يكون السبب ايه؟ في اسباب كتير، بس من ضمن الاسباب يا جماعه ان ممكن البكتيريا دي تصنع انزيم، الانزيم ده يكسر يعمل ان اكتيفيشن في الامينو جلوكوزايد. فاكرين كده فكره البيتا لاكتاميز انزيم؟ بكتيريا بتطلع بيتا لاكتاميز يكسر الجلوكوزايد. دي نفس القصه كده بالظبط. ممكن تستخدم امينو جلوكوزايد في بكتيريا البكتيريا ما تتاثرش. عارف ليه؟ لان البكتيريا طلعت انزيم كسر الامينو جلوكوزايد. عارف بقى الاثنين دول لا يتاثروا بهذه الانزيمات. كتبنا هنا كده بين قوسين ريزيست انزيماتيك ان اكتيفيشن. حد فاهم حاجه؟ ما بيتاثرش بالانزيمات اللي ممكن تكسر انذر امينو جلوكوزايد وبالتالي يحصل ريزيستنس يعني. عشان كده لو انت جربت اي امينو جلوكوزايد عادي يعني وحصل منه ريزيستنس وحابب يعني تجرب امينو جلوكوزايد يكون ليس ريزيستنس بقى الريزيستنس سيرينز، جرب الاثنين دول نتليمايسين اند اميكاسين. شور ان هم ما بيتاثروش بالانزيمات اللي بتعمل ان اكتيفيشن للانذر امينو جلوكوزايد يعني. بس يعني اقول مثلا اسمه مايسن ده هو ليس ريزيستنس، دي حاجه حلوه. حاجه حلوه. اشتغل كويس. ان هو غالبا هيأثر على البكتيريا. مفيش بكتيريا هتفرق منه. ايوه. ده قصدي كده. ان بي يا جماعه بتتكلم عن دواء اسمه سبكتيرومايسين. سبكتيرومايسين ده حاجه كده ايه؟ حاجه ثانويه كده ريليتد تو امينو جلايكوزايد. اعرف عنه معلومتين اثنين. انه بيتاخد اي ام في علاج الريزيستنت جونوريا. not responding for penicillin. يمكن انا قلت لكم قبل كده انه اخر شفطه للكيموثيرابي هنعمل فيه تجميعات. الادويه اللي عدت عليها في علاج التيفويد فيبر، الادويه اللي بتعدي البلد برين بارير، الادويه اللي كنت بنضيف في البريجنسي. الادويه اللي احنا خدناها في علاج الجونوريا ايه؟ لحد دلوقتي. خدنا البنسلين صح. سيفترايكزول ده دواء ثيرد جنريشن كيفالوسبورين التالت بتاع مصر. الثلاثه لحد دلوقتي في علاج الجونوريا. بنسلين سيفترايزول واللي احنا فيه اسمه سبكتيرومايسين لسه فيه جاي على في ادويه لسه جايه هنجمعهم بقى كلهم في الاخر ان شاء الله. السايد افكتس يا جماعه بتاعت الامينو جلايكوزايدز برضو موضع سؤال. هو السؤال الكومن على فكره في الامينو جلايكوزايد ميكانيزم اوف اكشن سايد افكتس. اول سايد افكت دي ممكن تسميها سايد افكت عامه لاي مضاد حيوي يعني. بتبدا بيها كده الرجي. بنسلين اول سايد افكت الرجي. كيفالوسبورين اول سايد افكت الرجي. كاربامينيه اول سايد افكت كروس الرجي مع البنسلين. فانكومايسين اول سايد افكت الرجي. الرجي دي حاجه ثابته يعني. في صوره ايه؟ يقول لك كونتاكت درماتيتس مع التوبيكال نيومايسين. كلمه يا جماعه كونتاكت درماتيتس الاسم الدلع بتاع السكين راش. يعني لما انت حطيته كونتاكت لما انت حطيته موضوعي عمل لك انفلاميشن في الديرمس. يعني ايه يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ هيحصل لي اتشنج وسكين راش وتحمر وكده. هي برضه يعني سكين الرجي يعني. مش على المهم بقى. من اشهر الادويه خد بالك من الكلام، من اشهر الادويه مش من اشهر المضادات الحيويه، لا من اشهر الادويه بشكل عام اللي بتعمل نيفروتوكسيستي مضمات الامان الولاد. كده قلت يا جماعه في الاول في المقدمه في الفارماكوكينيتيك ان هي كونسنتريتد فين؟ في الرينال كورتكس. تعمل ايه بقى؟ تعمل اكيوت تيوبيلر نيكروزس. دي تعرف دي معناها ايه؟ معناها رينال فيلير قولا واحدا. وعلى فكره يا جماعه ممكن يكون الدمج في الكدني الريفرزر. خد بالك تك كير مي بي الريفرزر. بس بصراحه يا اخوانا مش كل العيانين اللي هياخدوا امينو جلايكوزايدز هيحصل لهم نيفروتوكسيستي. امال في بعض العيانين كده هايلي سسبتبل بيسموهم يا جماعه ريسك بيشنتس. اللي هم مين يعني؟ واحد كبير في السن. ايه رايك؟ هو اصلا عنده الكدني شغاله بالقدره، تدي له بقى انت شويه امينو جلايكوزايد تخلص عليه خالص. او لو اديت الامينو جلايكوزايد بلارج دوز
تقعد تكسر 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 لارج دوز او برولونج ديوز، او لو في دي هايدريشن. طب نفهم ليه دي هايدريشن؟ ديكريز بلاد فوليوم، ديكريز رينال بلاد فلو، رينال اسكيميا. ساعتها يبقى اكثر تاثيرا على الكدني الامينولوجيزات، يعني لان اوريدي الكدني سسبتبل، يعني دي هايدريشن هيعمل لي رينال اسكيميا على طول، وبالتالي ساعتها يبقى اكثر حدوثا موضوع النيفروتوكسيستي. الحاله الخامسه يا جماعه، لو انت استخدمت مع الاواني الجلايكوزايدز، خد بالك من كلمه كونكرنت دي، كلمه كونكرنت معناها متزامن، يعني لو انت استخدمت مع الاواني الجلايكوزايد دواء ثاني نيفروتوكسيك برضه. لو حد مذاكر يا جماعه الحصه اللي فاتت، ثاني سايد افكت للكفر سبورين ايه؟ نيفروتوكسيستي سبيشلي اف كومبايند ويز اواني الجلايكوزايد. انا بعيد نفس الجمله ثاني، اواني الجلايكوزايد تعمل نيفروتوكسيستي سبيشلي اف كونكرنت ويز انذر نيفروتوكسيك ايجنت. لو انت اديتها مع الكيفروسبورين، لو اديتها مع البانكومايسين كده، يبقى اكثر حدوثا. طيب هنا برضو يا جماعه سؤال، هل العيانين اللي مش فيهم كده، اللي مش فيهم الحاجات دي، ممكن ياخد اماين بلوجرات؟ اه ممكن، ما يحصلوش حاجه، ممكن ما يحصلوش حاجه، بس دايما عينك على الكبد، لانه الاماين جلايكوزايدز اونلي اليمينيتد اثروزا كده كوشن ان رينال بيشنت. حتى لو عيان عنده رينال يعني مش شغال قوي، ظبط جرعتك، يعني قلل الجرعه بما يتناسب مع قدراته، لكن هي نوت كومبليتلي كونترا اندكيتد فور رينال بيشنت، لا تستخدم ويسكوشن. سايد افكت برضه يا جماعه رقم ثلاثه اللي بتخش في تجميعه، اسمها اوتو توكسيسيتي، ويتش مي بي ايرفيرسبل برضه، مش موضوع ان هو فتره في الدواء وبعد كده هيرجع ثاني، لا مي بي ايرفيرسبل. ويمكن برضه انا قلت في الاول في الفارماكوكينيتك ان الامينوجلايكوزايد كونسنتريتد في الرينال كورتكس، وفين؟ البيري لينف اند اندو لينف اوف انر اير، تبوظ الاذن الداخليه. وزي ما قلت يا جماعه يمكن المره اللي فاتت، انه الاوتو توكسيسيتي في الطب ليها معنى. انت لما تبوظ الانر اير انت كده خسرت حاجتين، خسرت الكوكليا يعني السمع، يبقى العيان ده اهو عنده ديفنس، وخسرت الفيستيبيول المسؤول عن الاتزان، يبقى العيان ده عنده ايه؟ فيرتايجو. فكلمه ديسنس ديفنس بلس فيرتايجو، الاثنين دول مع بعض اسمها اوتو توكسيسيتي. وارد جدا طبعا ان الاوتوكسيستي يزيد لو انت اديت مع الامينوجلايكوزايد انذر اوتو توكسيك دراج. كان معقول كده بقى اللي احنا بنعمله لحد دلوقتي؟ مين بقى؟ اللوب ادي واحد، خدنا الفانكومايسين المره اللي فاتت، في دوايين اللي هم النيو جنريشنز بتوع الماكرولينز، ازيثرومايسين ده مظبوط، ازيثرومايسين اند كاليريثرومايسين. نضيف عليهم بقى الخامس بتاعهم اللي احنا فيه، امين جلايكوزايدز. انا اقول لك لسه انا جاي، اللوب فانكومايسين ازيثرومايسين كاليريثرومايسين امين جلايكوزايدز. دكتور ما كده خلصوا؟ لا انا اقول لك اهو، لسه هكمل والله. انتوا مستعجلين ليه؟ لا انا قصدي لا لا قصدي لسه جاي، يعني لسه جاي. الكليدين يا جماعه مكتوب عندكم، بس انت لو عايز تتكلم مظبوط، الكريدين مش بيعمل اوتوكسيستي، امال بيعمل ايه؟ تيليتاس بس يتكتب، بيأثر على ايه؟ اه بيأثر على ايه؟ ممكن تكتب اسبرين على فكره، اسبرين بيعمل تيليتاس برضه، بيأثر على ايه؟ بيأثر على الاير. فانت لو عايز تكبر التجميعه وتقول الادويه اللي بتأثر على الاير مش اوتوكسيستي بقى، اكتب فيهم كريدين، اكتب فيهم اسبرين، لكن اوتوكسيستي يعني ديفنس وفرتايجو هم دول لحد دلوقتي. اللوب دايريتك، الفانكومايسين، ازيثرومايسين، كاليريثرومايسين اللي احنا فيهم الامينو جلايكوزايد. السايد افكت اللي بعد كده اسمها نيورو ماسكولار باراليسيس. واحد هيقول لي يا دكتور ايه علاقه الامينو جلايكوزايد بالسكيلت المصل؟ في علاقه طبعا، وعلاقه قويه جدا على فكره. الناس يا جماعة اللي ليهم مراجعة لشابتر الاوتوكوي، احنا خدنا حصة اوريدي يوم الثلاث اللي فات، شرحنا فيها أول ثلاث صفحات. الحصة اللي جاية اللي حابب يحضر إن شاء الله تعالى بإذن الله يوم السبت اللي جاي الساعة 9 الصبح، هنكمل السيروتونين ونخش في البروستاجلاندين وزي ما ربنا ييسر في الأمر. اللي حابب يحضر السبت 9 صباحا مراجعة الاوتوكوي. إيه علاقة بقى الأمينو جلايكوزايدز بالسكيلت المصل؟ بص الرسمة دي، الرسمه دي يا جماعه كلنا عارفينها، السوماتيك نيرف اهو، السوماتيك نيرف في الاخر بيطلع ستايل كولين،
الحته دي على فكره اسمها نيورو ماسكولار جانكشن. ايه دي المصل يعني؟ هل تعلم حضرتك ان الامينو جلايكوزايدز بتقلل الريليز بتاع الاستايلكولين من السوماتيك نيرف اندنج؟ وبالتالي تضعف النيورو ماسكولار جانكشن فتعمل لي يعني بس كده مصل ويكنس او باراليسيس. اديك دليل؟ اديك دليل. الدليل يا جماعه مكتوب في الدراج انتر اكشن بتاعت الكيوراج. كيوراج سكيت مصل ريلاكسنت زمان كده اللي هو مصل بلوكر. الدراج انتر اكشن بتاعته حاجتين، في حاجه انتاجوناز وحاجه بوتنشيشن. اللي كان يزود الاكشن بتاع الكيوراج اربع حاجات: انهاليشن انستيزيا، كالسيوم انترنت بلوكر، انتي ارزمي زي الكينيدين، والمصحف كان مكتوب انتي بايوتك زي الامينو جلايكوزايدز. ايه العلاقه بقى؟ ان الامينو جلايكوزايدز بتقلل الاستايلكولين اللي هو اصلا كيورير بنفسه، يعني كيورير بنفس الاستايلكولين. انت قللت الاستايلكولين خلاص الكيورير اشتغل براحته بقى. عشان كده يقول لك ايه؟ تكمله الكلام المكتوب عندك. يقول لك ممنوع تستخدم الامينو جلايكوزايدز انترابريتونيال. انترابريتونيال ممكن تروح تعمل باراليسيس في الدايفرام فتعمل ريسبيراتوري فيلير. واحد هيقول لي هو انا ايه اللي هيخليني استخدمها انترابريتونيال؟ ترجع في الصفحه اللي فاتت هتلاقي اول استخدام ليها بريتونايتس. انت ممكن تفكر يعني كده يعني استخدامها انتر بريتونايتس غلط، هيحصل ريسبيراتوري باليس لانها بتعمل نيورو ماسكولار باليسيس وبالتالي هتاثر على الدايفرام تعمل لي ريسبيراتوري فيلير او ريسبيراتوري باليس. الروت ما استخدمهاش انتر بريتونايتس. عامل كده زي البريسيلين ما استخدمهاش ايه؟ انتراثيكال لانها بتعمل ايه؟ نيورو توكسيس. نفس الفكره كده بالظبط. الدواء اللي بعد كده اسمه كلورامفينيكول. الدواء ده يا جماعه يعني في حاجات يعني تقدر تقول كده عليه الدواء الذي اثار جدلا. هو بصراحه شديده يعني وجوده في الامتحانات مش كتير، لكن انا شايف انك هتستفيد معلومات قيمه جدا من دراسه هذا الدواء. ركز معايا كده. كلورامفينيكول ارخص مضاد حيوي في التاريخ، بالحقنه بجنيه وما غليتش على فكره، ما زالت بجنيه. الموضوع ليه اسباب، انا هقول لك ايه الاسباب. خلينا اشرح لك بس الموضوع من اوله كده. فارماكوكينيتيك عشان ما اطولش في الكلام، الخص لك الفارماكوكينيتيك كلها في كلمه ويل. ابزوربشن ويل، ديستريبيوشن ويل، ميتابوليزم ليفر، اكسكريشن كدني. خلصت تفاصيل. ويل ابزوربد اورال وبارنترال، شغال في كل حاجه. ديستريبيوشن اول اوفر ذا بودي، يعدي يعني البلاد بريمير. وفي استخدامين مبنيين هنقولهم بعد شويه على كونه بعد البلاد بريمير. دلوقتي يا جماعه مجموعه الامينو جلايكوزايدز ما بتعديش خالص، ده بيعدي بسهوله جدا. ميتابولايزد في الليفر باي كونجيوجيشن، حطها لي البرواز دي حاوزها بعد شويه في السايد افكت. كونجيوجيشن، ميتابولايزد باي كونجيوجيشن. بينزل في اليورين شكرا، وبينزل في الميلك برضه حطها لي في الرواز. المعلومتين دول هعوزهم في سايد افكت هقولها بعد شويه. انه ميتابولايزد باي كونجيوجيشن، اكسكريتد في الميلك، كونترا انديكيتد يورين لاكيشن. بص على الميكانيزم وفاشل، اسال نفسك ثلاث اسئله. كلورين في الكول يا اولاد 50 اس ولا 30 اس؟ 50 اس. ستاتيك ولا سايبر؟ على فكره من السته اللي ستاتيك كلورين في الكول ستاتيك. برود سبيكترم ولا نار سبيكترم؟ على فكره من السبعه البرود سبيكترم. الثلاث حاجات اهو انت خلصتهم يعني. بيمسك في ال 30 قصدي بيمسك في ال 50 اس ريبوزوما سب يونت. تكمله الكلام مش مهم، وفي الاخر هيقلل البروتين يعني. بس يقول لك انهبت ترانسبيبتيليشن. يعني ايه ترانسبيبتيليشن؟ مش الام ار ان اي يا اخوانا لما يترجم بيطلع ماينو اسيد كده تشبط في بعضيها عن طريق الايه؟ التي ار ان اي الترانسفير. هو بينهبت ترانسبيبتيليشن يعني بيمنع الامينو اسيد تشبط في بعضيها. في الاخر خالص يعني هيمنع تصنيع البروتين. بس لو عايز ثلاث تفاصيل يعني، هو انهبت الترانسبيبتيديشن اللي هي عمليه تجميع الامينو اسيد في صوره بولي بيبتيد تشين يعني. وبالتالي هيقلل في الاخر البروتين سينثيسيس. ستاتيك ولا سايدر؟ قلنا ستاتيك. برود سبيكترم ولا نار سبيكترم؟ برود سبيكترم. وعلى فكره يا جماعه السبيكترم بتاعه مغري. اقرا كده معايا. بوزيتيف نيجاتيف. مش حضرتك بقى كل البوزيتيف كوكاي وصلاه كل النيجاتيف. قال لا ده ايروب وانيروب كمان مغري يعني. البالي. بس في حاجه غريبه. انت عايز تخترع دواء برود سبيكترم يا اخي خليه سايدر ولا ايه؟ يعني ستاتيك ده اول عيب على فكره في الفلون في الكول ان هو ستاتيك مش سايدر، ده اول عيب يعني. ولو ان يا جماعه الادويه اللي هي بكتير ستاتيك ادويه مش خايبه زي ما انت متخيل يعني. يعني واحد يقول لك ايه طب ما هتعمل انهيبيشن في الكروس وبعد ما تبطل الدواء هتعمل لا جهاز المناعه هيقوم بالوقت. انا بس بديك الايه؟ بديك اللقطه يعني هموت لك انا البكتيريا وكمل انت. طبعا الكلام ده ما ينفعش في
في الناس اللي هم يقولوا كومبرومايز بكلام هزار يعني، لازم تدي سايدر على طول، والافضل برضه في كل حاله تدي سايدر وخلاص. فدي يمكن اول علامه استفهام يعني، حاجه مثيره للجدل يعني، ستاتيك وبرود سبيكترم. وبرضه اللي يغيظك في البرود سبيكترم يقول لك ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف ايروب ان ايروب كليبسيلا. لما كليبسيلا افضل عن نيجاتيف، ما انا دايما كارف نفسي، انت عايز تكتر الكلام خلاص. خلاص عرفنا ان هو برود سبيكترم يعني. تقرا كده في الاستخدامات بتاعته، يقول لك استخداماته بصراحه ليميتد. ليه؟ اصله فيري توكسيك. يعني انا مفروض استخدمه ده العلم يقول كده، على الرغم ان هو مغري برود سبيكترم، اي انفكشن هيعرف، بس ما يكونش اختيارات رقم واحد. نفس المشكله كل مره. ليه؟ فيري توكسيك. انا هقول لك انا التوكسيستي بتاعته بعد شويه، توكسيستي مرعبه. بس خليني اقول لك كده، كانوا زمان بيستخدموه في ايه؟ نمره واحد في التايفويد فيفر. دلوقتي لا طبعا مش بيستخدم. امال مين احسن منه؟ مجموعه لسه هناخدها ان شاء الله حصه جايه اسمها فلورو كينيرونز. احنا خدنا كام دواء يا حد يا جماعه بيطلع عليه التايفويد فيفر؟ خدنا الاموكسيسيلين، وخدنا السيفترايكزوم، وبناخد دلوقتي الكلوروفينيكول ولو انه مش حامي. لسه هناخد ان شاء الله مجموعه الكينيرونز. ليه؟ الكلوروفينيكول هقول لك دلوقتي. نمرة اثنين يستخدم في الاي انفكشن. على فكره يا جماعه في السوق اي دروب في الاي انفكشن، في السوق اكتره عين اسمها كده، اسمها كلوروفينيكول. طبعا الكلام برضو المفروض ما تستخدمش، هقول لك انا السايد افكتس بعد شويه. نمرة ثلاثة وأربعة بيعدل براد برين بارير. أيوة صح، يبقى يعالج البكتيريا المننجيتس كوزد باي هيمفلس انفلونزا على أساس إن هي نيجاتيف أورجانيزم يعني. يعالج الأن ايروبيك انفكشن زي الأن ايروبيك برين ابسس. بيعدل برضو براد برين بارير وبيغطي الأن ايروب، يبقى اثنين في واحد اهو. الاستخدامات دي يا جماعة المفروض إن هي ليميت النواديز. أنا لما أحب أعالج تيفود لعمري، أنا شخصيا عمري ما كتبت الحب ولا هكتب في حياتي كلها في الكول. ليه بقى؟ تعالوا بص على السايد افكت. اول سايد افكت دي عاديه يعني، جي اي تي ديستربنس وسوبر انفكشن. واحنا قلنا يا جماعه يمكن المره اللي فاتت موضوع السوبر انفكشن ده حاجه وارده في البرود سبيكترم انتي بايوتيك، ان هو بيموت النورمال فلورا فيدي فرصه للكوليستيريوم ديفيسيل. فاكرين انتوا حوار السودوموجينياس كولايتس؟ دي حاجه مش خطيره قوي يعني. خش على نمره اثنين كده، لو انت استخدمت قطره عين بيعمل لك اوبتيك ايه؟ حاجه سهله دي، التهاب في العصب البصري ممكن يؤدي في الاخر خالص لايه؟ كومبليت بلايندنس. اخر شابتر الاي مجمع لك انا الثلاث ادويه من هلمن اللي بيعملوا اوبتيك نيورايتس. كل واحد فيهم. وعلى فكره كان فيهم دواء اسمه كلوروكين. ده احنا خدناه كعلاج الروماتويد ارثرايتس في شابتر السي ام اس. معلش يوم الاحد هنقول لك يوم الاحد هنقول لك كل الكلام ده يعني. كان برضه بيعمل اوبتيك نيورايتس. تعال بقى شوف السايد افكت دي. بون مارو ديبريشن. لا 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 خالص، الكلام كده ناقص يتقال كده. خد بالك بقى، كلوروفينيكول بيعمل كده، نان دوز ديبندنت ايرريفرسبل بون مارو ديبريشن. يعني ايه يا جماعه نان دوز ديبندنت؟ يعني مش بالضروره بلارج دوز. يعني ايه برضه؟ يعني حقنه واحده ممكن تعمل كده، تعمل ايه بقى؟ ايرريفرسبل، لا رجعه فيه. وعلاج يا جماعه الايرريفيرسبل بون مارو ديبريشن، بون مارو ترانسبلانتيشن في دار الفؤاد بمليون جنيه. بكام بقى امبول الكلوروفينيكول؟ اسمه التجاري على فكره، انا خايف اقول لك اسمه التجاري الاحسن ما تفتكرش غيره وتكتبه. خايف ولا اقوله؟ اقول اسمه سيلو ستاتين. الامبول بجنيه. طب اشمعنى يا دكتور بيحصل بون مارو ديبريشن؟ في بعض الناس عندهم جينيتك سستبيليتي مكتوبه بين قوسين ايديوسينكريس. هو كده حظك كده، انت عيادتك فاضيه بقى لها شهر مفيش ولا عيان جيلك، هو العيان جالك كلوروفينيكول حظك يا اخي طلع كده، انت ملزق بقى. طلع عنده جينيتك ابنورماليتي، اديته امبول بجنيه كلفه مليون جنيه، ده لو اتشخص اصلا يعني، ولو عامل مليون جنيه وتعالج اساسا يعني. وغالبا يا جماعه على فكره البون مارو ديبريشن ما بيتشخصش، اعراض كده فيج وغريبه وبليدنج وديتريوريتد على طول وبيموت. موتت ربنا. الحمد لله ان هو ما تعرفش ان انت السبب يعني اللي عملت بون مارو ديبريشن يعني. بس دي يا جماعه سايد افكت كفيله بان انا اقطع الصفحه دي وارميها في الشارع. كل نيفر ايفر تكتبه في حياتك يعني.
على الرغم انا بقول لك على الرغم ان هو موجود طبعا موجود في مصر مصر ام الدنيا فيها كل حاجه فيها النوفلجيوم ده لو عايز تموت واحد ده اكتب له فرشتة واحده نوفلجين كده يبقى انت باشا السايد افكت يا جماعه اللي بعد كده اسمها جراي بيبي سندروم الله بيبي الله بس يموت يعني جراي بيبي سندروم ايه القصه يا اخوانا؟ تعرف انت امتحان 5/2007 جيب اكونت 1 جراي بيبي سندروم ايه الحدوته؟ ده عيل صغير لسه مولود جميل لاكتيتنج ممتاز امه المفتريه امه المفتريه بتقعد كل يوم في الكور مش لاقي دعوه تولع على جاز مش لاقي دعوه المشكله ده معانا كلهم في كل بينزل في الملك افهم الكلام يوصل للبيت الواد ده لسه اخطر يعني اماتيور ليفر كونجيوجيشن اماتيور رينال اكسكريشن يحصل له كلورام فينيكول توكسيسيتي بس مش عن طريقه هو مش انا اللي اديته كلورام فينيكول لا هو باص ثرو ذا ميلك دي كلمه بيبي يبقى باسج اوف كلورام فينيكول ثرو ذا ميلك ريتش تو نيو باور due to immaturity of conjugation and immaturity of renal excretion يحصل له توكسيستي في صوره كده ايه الاعراض هي مش عليك الاعراض بس انا هقولها لك الطفل ده هنا بيحصل له سيفير جاسترو انترايتس يسموها في الطب كده انتراكتابل كلمه انتراكتابل يعني مش نافعها عليك عيل صغير عمال يرجع ويسهل يخش في دي هايدريشن شوف انتوا في المجاعات والبتاع بيحصل كرمشه في الجلد كده دي هايدريشن بعد كده يا جماعه يخش في مرحله متقدمه هايبوكسيا بقى خلاص ايه بلاد فوليوم بيقل بيموت هايبوكسيا تعمل لي سيانوزس في الجلد لون ازرق وبعد كده يحصل في الجلد من السيفير هايبوكسيا يحصل دي فيتاليزيشن عارفين دي فيتاليزيشن يعني ايه؟ يعني تخلين على جنجرين بقى تسود ما بين اللون الازرق واللون الاسود اللي هو خلاص مات يعني في جري فالجري دي علامه بيسموها اومينس ساين باد ساين يعني طفل صغير لون جلده جري ده بيموت من ايه بقى؟ من سيفير جاسترونترايتس ودي هيدريشن فيسموه كده باسم اللون الجري يعني احنا المفروض يا جماعه كان كل سنه بنشرح شابتر كيموثيرابي اخر شابتر في المنهج لاسباب متعدده من ضمن الاسباب يعني اللي كانت بتخلينا نخلي شابتر كيموثيرابي في الاخر ان انت تكون تبقى بقيت ماتيوري خلاص بقى المنهج خلص وانت حصل لك بلاده فلما اضرب فيه ولا فارق معايا ولا الدموع يعني. نمرة اتنين كنا هنا هو بالظبط يعني الحصة دي بتبقى كده حوالين شم النسيم. فكان يجي اللون الجري فنروح واقفين كده وعاملين التجميع في المنهج كلها اللي فيها الوان. بس انا مش عارف انا عملها دلوقتي لان في شطرين لسه ما خدناهمش. انا هاجل التجميع دي برضه قريب من شم النسيم كده ان شاء الله. شطر من الدكتور. لكن ده عايز اقول لك بس اشير لك ان ده من ضمن الالوان في المنهج يعني. السايد افكت يا جماعه الاخيره كلورام فينيكول انزيم انهبيتور والنبي مكشوف اكمل الجمله انا مكشوف اكمل انزيم انهبيتور هينهبت البيروت بتاعه وبتاعه وبتاع هيزود الاكشن بتاعه حصلتنا خمس دورات اللي مذاكرته مش فيها صفحه 10 ياخد الورقه يا استاذ حسام يوم الحد يا جماعه ان شاء الله باذن الله في امتحان سي ان اس Thank you.